شو ممكن تعمل بعد ستاراك؟ أنا بنزل الأغنية بركز عليها أكثر. شو ممكن تعمل بعد ستاراك؟ أنا بشتغل على صوتي ورأسي أكثر. أنا لما أخرج بركز على الأغنية عندي لها فيديو كليب. حقت سلب الطير؟ حبيبة جرني. حبيبة جرني؟ أوف. على كار. تعرف ليش الفيديو كليب بس بك مشاهد؟ أكيد بدك تمنن صوتك وهيك. أكيد. لا خلاص ما أبي أخذ خبرة أنت. ما عندك شغل الآن. أدخل الجامعة أكيد بس يا رب أوفق بيناتهم. أنا عايز أدخل عايز أكمل الجامعة عشان أثبت لحالي. إنه يعني أثبت لحالي في المجال الفني أثبت لحالي في الدراسة أكيد. أنا هيك فهمت علي؟ ممتازين. ممكن إذا ما عملت موسيقى ندير أدب إنجليزي. حلف. والله يسنديرها مقرب. أنا أصلاً غامش أنا أتعلم جميع اللغات، ثلاث لغات. أدب إنجليزي؟ أنت؟ برافو. ما تطلع أستاذ يعني أستاذ إنجليزي؟ لا يعني أتفوق بس. سأعرف. ليش ما تعمل ستار؟ مش تعمل ستار؟ يعني تعمل فورماسيون فورماسيون. يعني هذا اللي بيدرسه. أنا كمان أحب أفكر. كل جاي نزل أغنيته في كليب وحفلات و لسا أم الدراسة. لا بس لما نحط الجامعة نقدر ندير بخيفة يعني ندير مدرسة خاصة للغة. لغات أحسن شيء أحسن شيء اللغة. تبقى فهمتيني؟ يعني أنك تقدر تلاقى مع أي شيء واحد غريب، تقدر تمشي شيء بلد أجنبي، تقدر ما تعرف إيش كاين. يو أبلو إسبانيول، فرنسي، أرابيكو، إنجلس. إنجلس؟ إنجلس. إنجلس، إيه. إسبانيول يتكلموا بالثاني. بورا سوبر ميركادو باغي كومبرا موتشاس خوزا. أبلو إسبانيول. أبلو إسبانيول. أديل الحافظ هذا. ألتو، تعرف شو ألتو يعني طويل. موتينو؟ إنه أدجكتيف عشان هيك تذكرته. ألتو. كواندو إيرا نينو، كواندو إيرا نينو يعني لما كنت صغيرة. موتشو غوستو. شو غوستو يعني شكرا جزيلا. Per favor. Per favor يعني أترجلك. بيه بليز. بليز. شفتي ثقافتنا اليوم. واو. بساطة اليوم. أنا عملها أوبسيون. أنا صوتي هالقد عم بستعمل بس هالقد.